اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الحاقة ما الحاقة. كيف اللي حضرتوا هذه المؤسسة، السباق اللي تتسهر عليه كل سنة مؤسسة مجموعة الشيخ مانعي للاستثمار الخيرية، مؤسسة مسابقة ديال الحفظ وتجويد القرآن في دورتها الرابعة تحت شعار ورتلي القرآن ترتيلا، دورة الشيخة حنا بنت الشيخ مالعينين. وهذه الدورة اللي ميزها أنها كانت خاصة بالأطفال فقط، في دورات السابقة كانت خص الكبار، والدورة الثالثة كانت دورة على المستوى العالم الإسلامي، كانت مشاركة 5 أو 6 ديال الدول. هذه السنة ارتأى أعضاء المؤسسة أن نخصها الأطفال ما بين السنة 6 حتى السنة 12 أو 13 حق كتشجيع من المؤسسة الأطفال. وحقق لقينا واحد المستوى اللي مع صغر السن ولكن أكيد مستوى جد مفرح، اللي بين هاد الأطفال عنه في القريب العاجل يقدروا يمثلوا بسهولة ما صفقات العيون بلي أتلوا المغرب كامل. دونك هاد المؤسسة حتى الميزانية اللي خصصناها ميزانية أكبر من المسابقات اللي قبل، نظرا للأطفال عن خاص حد يشجعهم بكتب ألعاب بقصائم شراء مبالغ مالية يدخلوا بصغار السن، ولكن غيدخلوا الفرحة لأبائهم خصوصا نحن على وجه أبواب العيد. وشكرا لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع، وشكرا للحضور، شكرا لكم. إبهرنا في خلال المشاركات على أن الأغلبية يقرأ بالطبع الحساني، وهذا شيء يفرح صدور قاع جميع الحكام على أن نجبر ترك عنده 7 إيمان و6 إيمان و8 إيمان و9 إيمان وقرأ لنا بالطبع الحساني. هذا الحمد لله على أنه يشتد الثر، وخاصهم هذا تلك اللي انسقلت لهم هذه الموهبة. والحمد لله الجمعية راه مفاتحة المجال باش من أجل صقل هذه المواهب في المستقبل باش تمثل إن شاء الله المغرب إن شاء الله على الصعيد الدولي بإذن الله تعالى.